شوبير. طيب اخبار الاهلي في طيب حلو قوي. قبل ما نروح لاخبار الاهلي في المواقع، خلينا ناخد مداخله مهمه جدا جدا مع نجم كبير من نجوم النادي الاهلي السابقين، هو الكابتن طارق السعيد، ومدرب طبعا فريق 18 سنه للوحده الاماراتي. يا كابتن طارق مساء الخير عليك. حبيبي شريف، تحياتي ليك، تحياتي لكل مستمعينك ومشاهدينك قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن طارق. يعني عايز استفيد معاك في الحديث بخصوص مباراه الامس بالنسبه للنادي الاهلي من الجانب الفني وتقييمك ليها. يعني بدايه مبارك للنادي الاهلي وصوله لدور الثمانيه في ظل الاجواء المريبه اللي كانت موجوده امبارح، كل الاجواء اللي احنا كلنا كنا بنتابعها وكلنا كنا خايفين على لعيبه النادي الاهلي وخايفين على الجهاز الفني، لكن الحمد لله رغم كل هذه المصاعب قدر النادي الاهلي يطلع بالمطلوب منه، سواء يطلع اول مجموعه او ثاني مجموعه، قصه ان هو يصعد والقادم اصعب اكيد، بس يعني المستوى الفني اعتقد قدمنا شوط كويس جدا الشوط الاول، لعبنا باسلوب كويس في المباراه، وقدرنا الشوط الثاني نحرز الهدف بتاعنا. يمكن من الفرص، يعني احنا جايين لنا بتاع ثلاث فرص بالظبط، استغلينا واحده بقدرات قفشه وقدر ان هو يحرز هدف جميل بصناعه جيده جدا من الشحات. طبعا. بعديها اكيد كان طبيعي يبقى في ضغط وكان طبيعي يحصل اللي احنا شفناه من فريق الهلال السوداني. وطبعا الاحداث اللي حصلت اكيد اثرت على المستوى الفني وبقى في بعض خوف. ده بسبب طبعا الاحداث المختلفه اللي حصلت قبل كده. سبحان الله امبارح كان واحد فبراير نفس يوم بالظبط احداث بورسعيد. كل الامور دي كانت طبعا ذهنيا مع اللعيبه كانت بتبقى صعب، لكن في النهايه وصلنا للهدف والحمد لله ربنا كرمنا وصعد. طيب كابتن طارق، البعض بيتكلم على ان ايه، ان يا ريت النادي الاهلي كان طلع الاول في المجموعه عشان يتجنب مواجهه مازيمبي والترجي وصن داونز. تعليقك ايه بخصوص الجزئيه دي تحديدا؟ يعني اولا ثمان فرق كبار كويس، ثمان فرق ليهم باع كبير في افريقيا، ليهم تاريخ كبير، ليهم جماهير عريقه. مش مفيش فرقه، انا وجهه نظري الثمان فرق سواء اول مجموعه او ثاني مجموعه الموضوع متوازن. واللي عاوز يوصل او اللي عاوز ياخد بطوله مش مهم بقى يلاعب اول يلاعب ثاني، لان كده كده هتلاعبه. لكن في ظل ظروف الاستقرار الفني للنادي الاهلي، في ظل ظروف استقرار في الدوري المصري راكب الدوري وماشي بشكل جيد جدا، فاعتقد الامور بالنسبه للاهلي ما فيهاش اي مشاكل، بالعكس النادي الاهلي ياما اتحط تحت ضغوطات وياما لقى ظروف اصعب من كده ودايما بيبقى موجود في احسن حال، فاعتقد ان احنا نلاعب اي فريق مش هيفرق اول او ثاني. بالظبط بالظبط. طيب كابتن طارق، انت من اللاعبين الكبار في تاريخ النادي الاهلي، حتى لو لعبت مواسم قليله لكن ساهمت في مواسم كانت عظيمه من حيث البطولات بالنسبه لجيل كان عظيم في النادي الاهلي، وبطوله دوري ابطال افريقيا من البطولات اللي انت فزت بيها مع الفريق، وكمان شاركت في كاس العالم باداء ممتاز جدا وفزت بالبرونزيه مع النادي الاهلي في كاس العالم. المطلوب ايه من الجيل الحالي او من فريق النادي الاهلي حاليا عشان يفوز ببطوله كبيره جدا محتاجه نفس طويل زي بطوله دوري ابطال افريقيا، وانت كان عندك خبره وتجربه بخصوص هذه البطوله تحديدا؟ يعني اعتقد يعني النادي الاهلي عنده بعض العناصر اللي عندها خبرات زي احمد فتحي، زي حسام عاشور، زي شريف اكرامي، اللعيبه اللي شافت هذه البطولات، ووليد سليمان، اللعيبه ديت شافت البطوله ديت وعارفه طعم البطوله ديت، ليها طعم خالص خاص لجماهير النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. انا زي ما قلت لحضرتك من شويه، اللي عاوز يكسب البطوله بيلاعب اي فريق، ما يفرقش معاه اسم الفريق، لان اسم النادي الاهلي كبير قوي في افريقيا. طبعا. اسم النادي الاهلي يخوف اي حد، وبالدليل ان فريق الهلال السوداني بيلعب على ملعبه وسط جماهيره. ما شفناش الهلال السوداني غير بعد الاحداث اللي حصلت، بدا يهاجم النادي الاهلي وبدا يكون عنده جرأه شويه. لكن النادي اللعيبه اللي موجوده لازم تستغل هذه الفرصه، اللعيبه المتواجده حاليا ان شاء الله يبذلوا اقصى جهد عندهم. وان شاء الله باذن الله شخصيه البطل لازم تكون موجوده، ودي نقطه مهمه جدا. طبعا. واعتقد ان عده النادي الاهلي قادره ومع لعيبه الخبرات الموجوده ان هم يوصلوا لهم افضل ما عندهم ان شاء الله. ان شاء الله. طب اتطرق معاك للمنافسه المحليه وتوقعاتك ليها ايه، خصوصا ان ماشي النادي الاهلي ماشي بشكل ممتاز، 12 فوز من 12 مباراه، هل المنافسه اوشكت على النهايه ولا لسه بدري في مشوار الدوري؟ بص، هي كره القدم علمتنا حاجات كتير، ان الكوره ما لهاش امان. لكن زي ما قلت لك من شويه، الاستقرار الفني الحالي المتواجد للنادي الاهلي بيركبوا الدوري وبيركبوا الدوري من بدري. برضه لازم نتكلم ان بعض المنافسين
التعثرات اللي هو بيتعثرها دي بتبقى مشكله بالنسبه له بتقرب الدوري، لكن كره القدم مالهاش انا انتماط الصراحه. بدليل النادي الاهلي الموسم الماضي كان متزايد البطوله وخد من اغلى الدوريات اللي خدها. بس هل بعض الفرق تقدر توصل للنادي الاهلي؟ عملوا دوت الجواب ده عندهم هم. لكن لسه بدري على الدوري، واعتقد لسه ما خبطناش الدور الاول عشان نقدر نقول النادي الاهلي قدر، لكن ان هو خد البطوله ولا لا، لكن هو بشكل عام هو ماشي بشكل جيد جدا وكل ارقام قياسيه بتحصل حاليا. اتمنى يا رب ان هم يكونوا على يعني عندهم الاستمراريه الجاهزه ان شاء الله باذن الله. كابتن طارق السعيد احد نجوم النادي الاهلي السابقين، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه. المدير الفني كمان لفريق 18 سنه الوحده الاماراتي وماشي معهم بشكل جيد وبيحتل المركز الاول كمان في الدوري.